لكن تظل دائما النادي الاهلي ببطولاته بانجازاته هو الافضل، هو الاهم، هو الاحسن، هو كل حاجه حلوه بالنسبه لنا. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر، هيفضل مصنع الابطال ده مش النادي دكتور بقى، الاهلي. ده دكتور وشاعر. حافظ دكتور بص إن يعني الحمد لله، طبعا البطوله رقم 12، العام الثاني على التوالي بنحقق بطوله افريقيا، المره الرابعه في اخر 5 سنين. النادي الاهلي بيبتعد اكتر بالبطولات الافريقيه، النهارده البطوله رقم 12 صحيح مقارنه بالنادي الانديه اللي تحته الزمالك ومازيمبي 5 بطولات. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد، بينافس بوكا جونيورز، بينافس برشلونه في عدد البطولات القاريه. النهارده جمهور النادي الاهلي بيتمنى عدم فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في نهائي دوري ابطال اوروبا عشان خاطر البطولات القاريه. شوف النادي الاهلي بيحطنا فين. طبعا احنا كنا معديين ريال مدريد، بس هو ريال مدريد اخذ بطولات في السنين الاخيره ففرق عننا. ريال مدريد دلوقتي 29 عدد البطولات القاريه، الانديه الاكثر تتويج بالبطولات القاريه. ريال مدريد 29 لقب، النادي الاهلي 26 لقب، يعني الفرق 3 ألقاب. بعد كده بوكا جونيورز 22 لقب، برشلونه 20 لقب، والاندبندنتي اللي هو الارجنتيني 20 لقب. فانت بتتكلم ان النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله لو اخذ السوبر الافريقي هيبقى 27 لقب، وريال مدريد لو ما اخذش دوري ابطال اوروبا هيكمل على 29، لو اخذه طبعا هيبقى 30 لقب. فانت بتتكلم ان النادي الاهلي بيحطنا في محافل واماكن مختلفه. خليني برضه اقول لحضرتك ان دي البطوله رقم 21 للنادي الاهلي في الاربع العاب الجماعيه المشهوره اللي هي القدم، السله، اليد، الطايره، ده غير دوري كره الميه. طب ايه هم ال 21 بطوله؟ 21 بطوله يا جماعه السنه دي، ولسه كره القدم لسه فيها دوري، ولسه في كاس مصر، ولسه في سوبر افريقي. فانت بتتكلم ولسه في السله طبعا، الدوري السله قدام الاتحاد السكندري، ولسه في كاس مصر للسيدات سله. البطولات احنا خدنا في الطايره موسم تاريخي للنادي الاهلي في جميع الالعاب، في جميع الالعاب موسم تاريخي. كره الطايره سيدات اخذنا 3 بطولات، خدنا السوبر المصري قدامنا البطولات اهي، وقدامنا الدوري العام وكاس مصر، ده في كره الطايره سيدات. كره الطايره رجال اخذنا فيها 4 بطولات، خدنا السوبر المصري، خدنا الدوري العام، خدنا بطوله افريقيا، خدنا كاس مصر. ايوه. بعد كده في كره اليد سيدات اخذنا فيها الدوري العام وكاس مصر. كره اليد رجال اخذنا فيها بطوله افريقيا والسوبر المصري والسوبر الافريقي وبطوله الدوري اللي هي مؤخرا كانت يوم 24 مايو 2024. ايوه. كرة السلة سيدات أخذنا فيها 3 بطولات، بطولة منطقة القاهرة والسوبر المصري وكأس مصر. كرة السلة رجال أخذنا فيها دوري المرتبط والسوبر المصري. كرة القدم أخذنا فيها 3 بطولات لغاية دلوقتي، كأس مصر يوم 8 مارس 2024، السوبر المصري يوم 28 ديسمبر 2023، دوري أبطال أفريقيا يوم 25 مايو 2024. فأنت بتتكلم عن موسم تاريخي للنادي الأهلي ب 21 بطولة حتى الآن. كمان لو جبنا البطولات النادي الاهلي اللي هي معانا 100 و151 بطوله على السي جي هنلاقيها 151 بطوله في 117 سنه اهلي. النادي الاهلي بيوصل للبطوله النادي الاهلي اكتر نادي في العالم حقق بطولات في العالم، 151 بطوله في كره القدم. لو نستعرضها ونجيبها في السي جي يمكن هنبص نلاقي البطولات طبعا كتير جدا ما شاء الله. هنبص نلاقي مثلا في الدوري، نستعرضها يا معانا على سي جي، لو جاهزه ممكن نجيبها. حالا هتبقى معانا، اتفضل. لو مش جاهزه برضو ممكن معايا رقم. جاهزه معانا. معانا رقم مهم جدا برضو للكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب واحد من الناس طبعا ومجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، كل التحيه ليهم. الاول نستعرض ال 150 بطوله للنادي الاهلي في 117 سنه. اوكي. 43 دوري. 39 كاس. 12 دوري ابطال افريقيا. 14 سوبر مصري. 8 سوبر افريقي. 1 كونفدراليه. 4 افريقيا ابطال الكؤوس. 16 دوري منطقه القاهره. كمل. 2 كاس السوبر العربي. 1 كاس العرب ابطال الكؤوس. 7 1 كاس العرب ابطال الدوري. 1 كاس الاتحاد المصري. 1 كاس الجمهوريه العربيه المتحده. انت بتتكلم في 151 بطوله للنادي الاهلي في كره القدم في خلال 117 سنه. رقم كريم، رقم كبير جدا. اكيد طبعا، يعني رقم بياكد ان النادي الاهلي بصراحه يعني في حته تانية. الرقم اللي بعد كده للكابتن محمود الخطيب،
كابتن محمود الخطيب كل التحيه ليه على ان هو بيثبت ان هو يعني خلاص هو يعتبر دلوقتي بينافس على من احسن الرؤساء في تاريخ النادي الاهلي، الراجل محقق العنصر المشترك للنادي الاهلي في جميع بطولات دوري ابطال افريقيا. معانا برضه اهي بص حضرتك سنه 82 كابتن محمود الخطيب اخذ دوري ابطال افريقيا كلاعب. سنه 87 اخذ دوري ابطال افريقيا كلاعب برضه. 2001 كان عضو مجلس اداره. 2005 نائب رئيس. 2006 نائب رئيس. 2008 نائب رئيس. 2012 نائب رئيس. 2013 نائب رئيس. يبقى كام نائب رئيس؟ 1 2 3 4 5 5 نائب رئيس و4 رئيس نادي. 2020 2021 2023 2024 حقيقي ان شاء الله تبقى 2025 كمان يبقى 5 رئيس.